ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من محافظة التأميم منسق مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية السيد وسام توفيق. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. هذه إذن حملة إغاثية جديدة تقدمها مؤسستكم في مخيمي الوند في محافظة ديالى، هل تطلعنا أكثر على تفاصيل الحملة لو سمحت؟ نعم، تحية طيبة لك أخي الكريم ولمشاهديكم الكرام. قدمت مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية من خلال حملتها الإغاثية الكبرى بتوزيع المنح المالية على العائلات النازحة في مخيمي الوند الأول والثاني الواقعين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، حيث تم شمول جميع من في المخيمين والبالغ عددهم 750 عائلة، علما أن تلك العائلات قد نزحت من قضاء المقدادية وناحية جلولاء والسعدية. أخي الكريم، جاءت هذه الحملة بعد مناشدة إدارة مخيمي الوند الأول والثاني لمؤسسة العراق، فقامت مؤسسة العراق في هذه الحملة الإغاثية الكبرى، وذلك للتخفيف عن معاناة وتلبية لاحتياجات تلك العائلات نتيجة للظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها في تلك المخيمات، وهذا بسبب قلة الدعم الحكومي لها وكذلك قلة دعم المنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية لهم، وخصوصا في ظل جائحة كورونا وما سببته هذه الجائحة من تدهور الوضع الاقتصادي في البلد مما أثر سلبا على تلك العائلات. نعم، أثر سلبا، وهذا يدفعنا للسؤال عن أحوال النازحين في تلك المخيمات ولا سيما مع تفشي جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة بالصيف. نعم، حقيقة تلك العائلات أخي الكريم يعني من بداية النزوح قبل 6 سنوات هي عانت ما عانت في هذه الخيم وهذه المخيمات من صعوبة الحياة والعيش الرغيد، وكذلك من صعوبة الحياة في الخيمة الواحدة التي تضم أكثر من 7 أشخاص، وكذلك تعيش في خيم بالية لا تقي حر الصيف ولا برودة الشتاء القارص. تلك العائلات تعاني اليوم من صعوبة العيش الرغيد، وتعاني أيضا من تدهور الوضع الصحي، وهذا الوضع في جميع المخيمات دون تحديد مخيم عن مخيم، فهذا يحتاج منا تكثيف الجهد الإغاثي للتخفيف عن تلك المعاناة. يعني وهذا يدفعنا للسؤال عن ما يقدم حاليا من هذه المؤسسات، هل هو كاف فعلا لتغطية هذا العجز والنقص الموجود؟ حاليا يعني هنالك عزوف واضح، وأنا ذكرت من قلة الدعم الحكومي لهذه العائلات في تلك المخيمات، وكذلك عزوف واضح من الجمعيات والهيئات الإنسانية والإغاثية في تلبية احتياجات ومساعدة تلك العائلات في تجاوز هذه المحنة وهم في مخيمات النزوح. أشكرك جزيلا الأستاذ وسام توفيق منسق مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية.